الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، أحييكم أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم حديث الروح. نعم، هو حديث الروح لأنه نابع من أعماق الروح، ونابع من أعماق القلب، ونابع من عصارة الضلوع التي اكتوت بنار الظلم الآدمي للآدمي في عالم صارت الدماء فيها أنهارا. صارت الدماء في هذا العالم أنهارا. من من الآدمي؟ لمن؟ للآدمي. ظلم الإنسان للإنسان، حروب هنا وصراع هناك وخلافات، والقتل بالمجان. يقتل المقتول ولا يدري فيما قتل، ويقتل القاتل وكأنه يعيش حالة من الغيبوبة الفكرية أو الغيبوبة العقلية أو الغيبوبة الإنسانية. ذكرونا بمأساة قابيل وهابيل. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. القلب يعتصر ألما. ذكرونا بأول يوم اعتدت فيه يد الإنسان على أخيه الإنسان، ولكن صوت العقل الذي نبع من حنجرة الصالح هابيل، والذي قال لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، هذا الصوت صوت العقل، وكأنما يصرخ في آذاننا لنسمع ولنعي، ولعل ذلك يوقظ قلوبنا وعقولنا، ولعل ذلك يمسك أيدي القاتلين هنا أو هناك أو في أي مكان في العالم، خصوصا في الوقت الذي امتلكت فيه يد الإنسان أرقى آليات الدمار والقتل والهلاك. السلاح الكيميائي، الضرب من بعد، الصواريخ، الضرب من الجو، الضرب من البحر. تمكن الإنسان في هذا العالم من سلطان لم يسبق إليه، ويا ليت هذا السلطان سلط على من يجب أن نردعهم، ولكن سلط هكذا تسليطا إطلاقيا لا حدود له ولا تعقل منه. كلام النهاردة معاكم على قيمة الآدمية اكتمالا لموضوع الأسبوع الماضي، أو تتمة لما بدأناه في الأسبوع الماضي. ما زلنا بنتكلم على الآدمية، لأن الصحيح الواحد متحير. كل شيء في هذا العالم اليوم غلى ثمنه، كل شيء بقى غالي، الخضرة، الطاقة، الدواء، العمليات الجراحية، كشف الطبيب، المواصلات، البترول، الكهرباء، الذهب، الفضة، اللحوم، كل شيء غلى ثمنه. وفرض نفسه الغريب انه الشيء الوحيد اللي عمال يرخص يوما عن يوم هو الإنسان، سيد هذا الكون. بقى ده معقول؟ سيد هذا الكون، سيد هذا الكون الذي جعله الله سلطانا على هذا الكون، يبني ويهدم ويقود ويقدر. هذا السيد بني آدم، هذا بنو آدم جميعا، وهم أسياد الكون كله،
الذي سخر لهم ما في البر والبحر، هذا السيد يرخص ثمنه؟ والوحيد اللي يوم عن الثاني بيرخص ثمنه ويموت بلا ثمن ويجرح بلا ثمن ويهان بلا ثمن ويذل بلا ثمن ويشرد آلاف من السوريين مشردين في الأردن وغير سوريين فلسطينيين من 100 سنة أو ما يقرب من ذلك ما زالوا مبعثرين مشردين فقدوا وطنهم. وأين من يقدر ثمن هذا الإنسان المشرد؟ هذه مشكلة، أن يرتفع ثمن كل شيء ويرخص ثمن سيد الأشياء هو الإنسان. من أجل ذلك جعلت الحلقة الأولى اللي فاتت والحلقة النهاردة اللي هي الثانية خاصة ببيان قدر ابن آدم وقدره ولبيان مستواه هناك في أقدار الله. ربما نعدل تقديرنا ليتوافق مع تقدير الله. ما هو تقدير الله؟ قدر الله أن يكون ابن آدم مكرما، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقد يظلم الإنسان أخاه، الرجل يهين المرأة والمرأة قد تتطاول على الرجل، ما هذا سوق الفوضى الذي عم البشر؟ هنعرف الآن قدر الإنسان في أي شيء يستوي بنو آدم وبأي شيء يتفاضلون. واستفتاح أول اتصال صالح، الأخ صالح النابلسي، تفضل. تفضل 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 يا أخ صالح، أنت على الهواء، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى ببداية أن يحفظ بلدنا ويحفظ ملكنا. آمين. ويجعل الأمن والاستقرار موجود في داخل هذا البلد. آمين. سيد الشيخ، قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان على وجه الأرض. والحمد لله رب العالمين على كل حاجة، وفضله بالعقل عن باقي المخلوقات الموجودة على هذا الأرض. ولكن يا للأسف الشديد الأشياء التي تحصل في المحيط المجاور لنا، والله هذه كلها ضد الدين وضد الإسلام. والدين الإسلامي عبارة عن سماحة وعن محبة وعن مودة وعن هناء وعن سعادة بين جميع الأطراف المسلمين. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دين الإسلام وأن يحفظ المسلمين. والله يا شيخ، لما نشوف الأطفال يقتلون في سوريا، ولما تشوف السوريات يقعدوا بالطرقات يسألوا في الطرق، والله هذا شيء إنه بأثر على قلب الإنسانية. وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيرفع مقام الإنسان حسب ما نشوف شغلات يعني فعلا رهيبة وغريبة وبتأثر على القلب البشري. والله إنه هذا ظلم للبشر وللإنسانية بشكل عام. ونسأل الله أن يهدي الأمور وأن يحفظ بلدنا ويجعل بلدنا آمنا مستقرا مطمئنا في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني. وإحنا نشكر الله إنه الله وجدنا الشيخ محمد القناوي أستاذنا ومعلمنا وإمامنا في مسجد السلط. الرجل ما شاء الله اللي عنده الواسع الديني الذي يفيد الناس، اللي أي إنسان يسأله بجاوبه. الله يقويك ويعطيك الصحة والعافية ويحميك يا شيخ محمد القناوي. شكرا 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 يا أخي صالح. ومن أجل ما ذكرت أنت يا شيخ صالح، من أجل ما ذكرت، إحنا بنقدم في حلقتنا هذه الرسائل المتتالية لعلها تصل إلى آذان من بيدهم الأمر من المتحكمين وأصحاب النفوذ ومن بيدهم الأمر والذين يملكون أدوات إيقاف هذه المهازل البشرية وهذه المهازل الإنسانية وهذه المآسي التي عمت بلادنا أو بعضا من بلادنا مما
يطبع بصمة سوداء أو وصمة سوداء في تاريخ البشر. لعل من خلال هذه النافذة ومن قناة نورمينا يصل هذا الصوت إلى رؤسائنا وإلى حكامنا وإلى هؤلاء الذين مكنهم الله في أقدار الناس. وإحنا الصحيح يعني بنحمد الله في هذه البلاد المملكة الأردنية أنها وسط هذه المعمعة، وسط هذه الفوضى التي تدور حولها في البلاد المحيطة بها، ومع ذلك ترى أن الله عز وجل أمنها وآمنها وجعلها مستقرة، وإحنا بنصرخ وبنناشد الشعوب هنا في هذه البلاد وفي غيرها أن يحافظوا